رجعنا لحضراتكم مره تانية الهواء مباشره وبنبتدي معاكم دايما فقره الصحافه والمنورنا الكاتب الصحفي المتميز استاذ اشرف البربري رئيس قسم الاخبار بجريده الشروق. صباح الخير. صباح الخير واهلا بيك. نبدا على طول ونستعرض اهم ونستعرض الاخبار مبدئيا وبعد كده ناخد تفاصيل كل خبر زي ما بنعمل. جريده الشروق الصفحه الاولى السيسي لدعاة العنف مصر لن ترقى. المصري اليوم الصفحه الاولى الخارجيه نرفض التهديد بوقف المساعدات الاهرام الاخوان تفشل في الحشد. الأخبار الصفحة الأولى الكشف عن سر العلاقة بين الإخوان والرئيس الأمريكي ابن الشاطر يهدد أوباما بنشر وثائق تنسف مستقبله. المصري اليوم الصفحة الأولى وزيرة الإعلام تبحث وقف الجزيرة والاستثمار تناقش مخالفات القناة. الأهرام الصفحة الثالثة مجلس الوزراء يكرم شهداء الجيش والشرطة ويطلق أسمائهم على المدارس والشوارع والميادين. الشروق الصفحة الأولى الداخلية مقتل 32 من محاولة لتهريب مؤيدين لمرسي في أبو زعبل. الأخبار الصفحة 14 فقهاء وأساتذة القانون بعد تساقط طيور الظلام لا تصالح مع الملطخة أيديهم بدماء الأبرياء. المصري اليوم الصفحة الأولى الدعاء التشبث بالسلطة لا علاقة له بالدين وجريمة في حق الإسلام. وأخيرا من صفحة الشروق من جريدة الشروق الصفحة الأولى الرئيس يتسلم مسودة الدستور خلال ساعات. نبدأ على طول يا فندم ومتهيألي ما فيش حد في مصر ما تابعش خطاب الفريق الأول عبد الفتاح السيسي امبارح، وخلينا نتكلم إن السيسي لدعاة العنف في مصر لن ترقى. هو الحقيقة كما قلت الكلمة اللي وجهها في قيادة المنطقة المركزية بحضور مجموعة من قيادات وضباط الجيش والشرطة كانت مهمة وجت في توقيت مطلوب. يمكن الخطاب ما قالش جديد فيما يخص التأكيد على التزام الجيش بحماية الشرعية وحماية والشرعية اللي هي ممثلة في إرادة الشعب مش في مجرد نتيجة انتخابات تجاوزتها الأحداث، والتأكيد على أنه كان الجيش من البداية حريص على استكمال او المسار الديمقراطي دون عثرات زي ما حصل من خلال رفع تقارير الى الرئيس السابق بطبيعه الوضع وتزايد السخط الشعبي. لكن والتاكيد لكن الحاجه دي كانت رسائل للداخل والخارج، هي كانت رسائل مهمه في ضوء تصاعد العنف ووجود تصور انه جماعه الاخوان المسلمين وحلفائها تراهن على استمرار العنف وتعتبر انه وتتصور انه هذا العنف يمكن ان يدفع الامور في اتجاه مغاير للاتجاه اللي هي اللي بيقول دلوقتي انه جماعه الاخوان اصبحت خارج الزمن او خارج السياق السياسي. فكان مهم ان الجيش باعتباره مؤسسه القوه الاساسيه اتفضل يا فندم خلينا بس تقول انه العنف لن يكون هو الوسيله المجديه. خلينا نقول ان الخطاب بتاع امبارح هو تكمله لسلسله الخطابات اللي كانت من وزير الداخليه وبعديها استاذ مصطفى حجازي بالظبط توضيح، يعني هو خطابات لتوضيح الرؤيه وتوضيح الصوره سواء للداخل او الخارج، خصوصا ان فعلا الايام الماضيه شهدت نزيف الكثير من الدماء، الامر الذي يعني اثار جو من الارتباك والبلبله والحزن عند كل المصريين، لانه في الاخر هذه دماء مصريين بغض النظر اتفقنا او اختلفنا مؤيدين او معارضين. فكان من المهم على قيادات الدوله انها تتحرك لتوضيح الصوره بهذا الشكل. هي نروح للمصري يوم الصفحه الاولى الخارجيه نرفض التهديد بوقف المساعدات. يعني هي فكره المساعدات وقفها وعدم وقفها الحقيقه مش رقم مهم قوي في المساله الاقتصاديه مساله المساعدات بقدر ما هي انعكاس لتصور المجتمع الدولي للوضع في مصر. علشان كده لا يجب على الخارجيه ان تتوقف عن تصريحات عن ترامي من باب نرفض ولا نتهدد ولا نقبل التهديد ولا نقبل الضغوط. العالم كله بيقبل الضغوط والعالم كله بيتعرض لضغوط كل بدرجه او باخرى وبما فيها امريكا، يعني امريكا بتتعرض لضغوط وتسمح وتقبل. لكن الحقيقه برضو انا يعني ليا تحفظ على الاداء الخارجيه المصريه. الوضع الصوره اللي موجوده لدى العالم على غير الحقيقه تماما، يعني وده معناه ان في قصور واضح في اداء الخارجيه المصريه. يعني كيف لا يقتنع لا يرى العالم حجم العنف والدمويه الذي يتصرف به مؤيدو الرئيس المعزول وجماعه الاخوان المسلمين في كل مظاهراتهم، ولا يتم تصدير للعالم ولا يستقبل العالم الا صوره قوات الشرطه او حصيله نهائيه لضحايا الاحداث. حتى هؤلاء الضحايا يتم حسابهم كلهم باعتبارهم من المتظاهرين، رغم انه الحقيقه انه في عدد كبير من هؤلاء الضحايا من المواطنين الابرياء العاديين الذين ليسوا طرف في الازمه، زي خصوصا مثلا زي اللي حصل يوم الجمعه
يوم الجمعه مين قال ان اللي ماتوا في منطقه رمسيس هم انصار الرئيس المعزول؟ بالعكس، حجم الغضب اللي شفناه اثناء فض اعتصامهم او الافراج عن المحتجزين او المعتصمين داخل مسجد الفتح، الغضب الشعبي كان بيقول انه في عدد كبير من الضحايا من ابناء هؤلاء الناس الذين ارادوا الفتك بالمتظاهرين. فالخارجيه محتاجه الحقيقه تكثف جهودها بصوره اكثر احترافيه، وعشان تنقل للعالم صوره، مش مساله رفض التهديد. يعني زي ما اتفقنا، يعني ادانه العالم لمصر ده فشل للخارجيه، إدانة العديد من دول العالم لمصر ده فشل للخارجية. طيب لأنه نقول... إحنا لم نرتكب ما يستحق الإدانة. طيب بس خلينا يا فندم نقول برضو إن الخطاب اللي جه من الخارجية موضح إن الفيديوهات اللي كانت موجودة، حضرتك شايف إنه جه متأخر مثلا؟ متأخر، ودول العالم عموما أو حكومات العالم ما بتتحركش بمجرد مؤتمر صحفي رسمي. يعني الدبلوماسية أو أدوات الدبلوماسية أدوات عديدة، يمكن أبسطها هو المؤتمرات الصحفية الرسمية، لأنه عادة الإعلام والرأي العام في العالم كله بيتعامل مع المؤتمرات الصحفية الرسمية بقدر من الشك والريبة. لكن الخارجية في إيديها أدوات تانية، في إيديها يفترض أن لديها لدى الحكومة وثائق، ولدى الحكومة أدلة لم تنشر على ممارسات العنف من جانب المتظاهرين والمعتصمين، على وجود أسلحة، على وجود اتصالات بجهات خارجية، على وجود تهديدات للأمن القومي. كل هذا الأشياء يجب مسؤولية الخارجية أن تضعها تحت أعين مسؤولي الدول الأخرى علشان نقنعهم أو نؤكد لهم موقفنا. بس خليني فندم برضو أقول لحضرتك أو أؤكد على حاجة، أمريكا بالذات أو أي دول من دول الغرب لما بتعوز تقفل عينيها عن حاجة معينة بتقفلها، يعني حتى لو كانت شايفاها قدامها أو قدام العالم كله، بس هي متحيزة لجانب. لا يعني شوفي برضو، لو كان يعني الأمر، لو كان الأمر قاصر على أمريكا كان ممكن فعلا. لا أنا بتكلم على بقية الدول كلها فعلا. لا لا لا، يعني عشان بس في دول عاديه، وبعدين احنا برضو ما احنا شايفين، اصل امريكا يعني مثلا مش عارفه اللي بيحصل، المجازر اللي بتحصل من الاسرائيليين في فلسطين مثلا. أنا قلت اكيد عارفه. شوفي برضو ده يعني قياس، يعني احنا ايه مش عايزين قياس، بس انا بتكلم ان فكره ان حد يكون منحاز لحد، يعني امريكا دلوقتي انا قبل ما اجي انا اعمل اللي عليا. انت هل هل هل, هل انت رصدتي، هل احنا رصدنا، هل وصلنا يعني باستثناء مؤتمر صحفي بعد 10 ايام من الكوارث والاحداث الخارجيه تعمل مؤتمر صحفي؟ مؤتمر صحفي زي ما قلنا، مؤتمر صحفي في مصر. مؤتمر صحفي في مصر، اغلب الخطاب بتاعه هو خطاب موجه لنا احنا، يعني عارف بيبشر في المؤمنين. فيعني انا بس عشان ايه، احنا بنقول انه في ظل في الاحداث الجسيمه يجب ان تكون كل اجهزه الدوله في اقصى درجات الاستنفار من اجل التحرك. يعني هو ما ينفعش نقول ايه اصله النهارده ده دور الايه، اصله الشرطه والجيش هم اللي هيفضوا الاعتصام. ما هي الشرطه والجيش في طوارئ عشان هيفضوا الاعتصام، الاعلام كمان وزاره الاعلام لازم يكون فيها طوارئ عشان تغطي، وزاره الخارجيه لازم يكون فيها طوارئ علشان تستبق. يعني هو كان الطبيعي انه زي ما احنا دايما، يعني لو رجعنا حتى الحرب 73 كانت كل اجهزه الدوله بتشارك في هذا الامر، في التخطيط لهذا الامر. كان الطبيعي ان وزاره الخارجيه عليها ان تمهد الارض، المجتمع الدولي والرأي العام الدولي للفض، مش لما بعديه بعشرة أيام. المفروض قبليه بعشرة أيام المؤتمر ده يتعمل. الأهرام الصفحة الرابعة، الإخوان تفشل في الحشد. هو من الواضح طبعا، يعني امبارح كان في فعاليات معلن عنها، قالوا انهم هيذهبوا لحصار المحكمة الدستورية، وقالوا انهم هيتظاهروا في ميدان رخصي في قلب القاهرة أو في قلب مصر الجديدة. فشلت وتم التراجع، واعتقد ان قدرتهم على الحشد بدأت تتراجع بشدة لسببين. السبب الأولاني هذا المحيط الشعبي المعادي لهم، يعني بقت أي مظاهرة لهم لم تعد مأمونة العواقب، مش علشان الشرطة ومش علشان الأمن بقدر ما علشان غضب الشعب، لدرجة إن احنا وصلنا إنه الأمن بقى هو اللي مطلوب منه يحمي المظاهرة من غضب الناس. الحاجة الثانية إنه الضربات الأمنية التي تعرضت لها الجماعة خلال الأيام الماضية، والقبض على أعداد كبير جدا من قياداتهم في سواء في القاهرة أو في المحافظات، قلص هذه القدرة على الحشد. الحاجة الثالثة أنه استقرار الأمور واتجاه نحو التهدئة الشعبية على مستوى الشارع بيقلل حماسهم، أو يعني بيصيبهم بنوع من الياس. كل هذه العوامل أدت إلى أنهم امبارح فشلوا. النهاردة في دعوة لبعض المظاهرات، أعتقد أنها هيكون مصيرها مش أحسن من مصير مظاهرة امبارح. الأخبار الصفحة الأولى، الكشف عن سر العلاقة بين الإخوان والرئيس الأمريكي، ابن الشاطر يهدد أوباما بنشر وثائق تنسف مستقبله. يعني هو الحقيقة العلاقة بين أمريكا وجماعة الإخوان هي علاقة قديمة،
تكاد تعود الى ايام حسن البنا المؤسس للجامعه، وعلاقتهم بالدوائر الغربيه عموما هي علاقات قديمه، وده امر على فكره برضو علشان يعني لا يحسب عليهم ولا يحسب لهم، يعني عشان برضو من الناس ما تبقاش يعني الطبيعي ان اي قوه سياسيه اي حركه جماعه سياسيه بيبقى لها علاقات بالدول على حسب الدرجه، يعني بتختلف الدرجه من التنسيق للتعاون للعماله يعني. اما فيما يخص تصريحات اللي هي منسوبه لابن خارطة الشاطر ومنسوبه لوكاله انباء الاناضول عن تهديده بنشر وثائق تنسف مستقبل اوباما واستشهادهم بانه هذا الامر هو الذي دفع اوباما بارسال جون ماكين وجراهام لينسي عضو مجلس الشيوخ، الحقيقه انا كلام مش مقنع شويه لسبب بسيط، لانه اوباما لو كان هذا الامر كذلك كان هيرسل اثنين من قيادات الحزب الديمقراطي اللي هو حزبه، لكن جون ماكين كان خصم اوباما في انتخابات الرئاسه الامريكيه بالزبط. فالحقيقه يعني الامر بيتهيألي فيه قدر من بس الاعلام الغربي دلوقتي كله مقلوب على اوباما. لا انا بتكلم على فيما يخص فكره ان هو اصل هو ارسل ماكين ولنسي علشان حكايه الوثائق ومش عارف والكلام ده، مش هيرسل خصمه اللي هو الجمهوري علشان يحل له مشكله اقرب الى مشكله شخصيه تتعلق بادارته اللي هي الاداره الديمقراطيه. طب. لو هيبعت من الحزب الديمقراطي او هيبعت مستشار للامن القومي او مدير مخابراته او حاجه شبه كده. اكثر الاشاعات بان في الاوقات اللي زي دي اكيد. المصري من الصفحه الاولى، وزيره الاعلان تبحث وقف الجزيره والاستثمار تناقش مخالفات القناه. طبعا رغم كل تجاوزات قناة الجزيرة من وجهة نظري مسألة الغلق يجب أن تكون أولا خاضعة للقانون، يعني يجب أن يكون قرار الغلق أو الوقف أو الحظر أو أي قرار عقابي يستند إلى مخالفات محددة باليوم والساعة والتاريخ والفيديو، علشان ما تبقاش المسألة يعني، ولا يجب لمعارضي الجزيرة أنهم يفرحوا بغلقها في هذا الوقت، لانه الحقيقه اللي يغلق الجزيره النهارده يغلق السي بي سي بكره، واللي يغلق السي بي سي النهارده يغلق الشروق جنان الشروق بكره، وبعدين يغلق الوطن بعد بكره. ففكره الغلق عموما يجب ان تكون في اطار القانون، يعني مش علشان هي تتبنى موقف مخالف لموقف الرسمي للدوله، لا هو علشان هي ارتكبت مخالفات مهنيه محدده وهذه المخالفات معلش برضو علشان نتفق، وهذه المخالفات اذا ما ارتكبها اي قناه حتى لو كانت قناه مواليه للدوله طبعا يجب ان تعامل بنفس المعامله، يعني اي قناه تحرض على العنف سواء كان العنف على الدوله او العنف على جماعه الاخوان المسلمين طبعا. يعني اي قناه تحرض على العنف الشعب فهي قناه تهدد الامن القومي، لان الامن القومي مش بس ان الاخوان يمارسوا العنف ضد ناس، لا انه ناس كمان يمارسوا العنف ضد اعضاء في الاخوان ليس لهم علاقه باعمال عنف. فبالتالي مساله غلق قناه الجزيره او غيرها من القنوات يجب ان تكون القرارات واضحه ومحدده من الاول من البدايه. طيب خلينا نروح للشق الثاني من السؤال، والاستثمار تناقش مخالفات القناه. هي طبعا نظرا طبيعه النظام القانوني في مصر للمنظم الاعلام بيقول ان القنوات الفضائيه تعمل بترخيص من وزاره الاستثمار في المنطقه الاعلاميه الحره. مخالفات وزاره الاستثمار لا تتعلق بمساله المهنيه والحياديه، لان دي جزء يتعلق بالاعلام، هي تتعلق بمكان وجودها، طبيعه الاجهزه اللي بتستخدمها، حدود الترخيص اللي مسموح لها، ممكن هل هي قناه عامه قناه اخباريه مسموح لها تستخدم اجهزه البث المباشر من خارج المنطقه الحره في 6 اكتوبر او من داخلها، حاجات زي كده، ودي برضو يعني تبقى جزء من القرار اذا ما تقرر معاقبه الجزيره، فيبقى من حيثيات القرار هذه النقاط زي ما قلنا محدده وواضحه عشان تبقى الرساله ما نرجعش نخش في فخ او في مشكله ان احنا طيب. نكمم الافواه. خليني بس عشان انا وقتي قرب بينتهي مع حضرتك في الفقره، وعايز اخد الحق اخد معظم الاخبار، بس عايز اخد الخبر الخاص بجريده الشروق وفي الصفحه الاولى الداخليه مقتل 32 من محاوله لتهريب مؤيدين المرسي في ابو زعبل. هو الرقم الحقيقه بعد ما جورنان مشي فالرقم زاد بناء وفقا للداخليه الى 36 قتيل، كانت بالامس في محاوله لتهريب مجموعه من المقبوض عليهم من جماعه الاخوان المسلمين اثناء ترحيلهم، قوات الامن تصدت لهم لكن حصل حاله من عمليات تدافع فتعرض هؤلاء السجناء اللي موجودين داخل عربيات الترحيلات الى الوفاه بحسب الداخليه، وفي الحمد لله فشلت محاوله التهريب، ونتمنى ان هذا الامر يبقى هو ده الطبيعي انه عمليات نقل السجناء، وما تبقاش برضو الامر قاصر على السجناء السياسيين، لان السجناء الجنائيين اخطر، يعني لما اقبض على تاجر مخدرات او اقبض على بلطجي او على تاجر سلاح بعد شهور طويله من المراقبه يجي في لحظه بخمس ست مسلحين، فعشان عمليات نقل السجناء يجب ان تكون خاضعه لعمليات تامين تضمن
توصيلهم للسجن. طيب اخيرا معلش ثانيه واحده، اخر حاجه خالص، وشروق الصفحه الاولى، الرئيس يتسلم موده الدستور خلال ساعات. يعني ده امر كويس انه العمليه الانتقاليه تسير وفق المعدلات الزمنيه المتفق عليها، علشان خلال 9 شهور الناس يبقى عندها رئيس منتخب وبرلمان منتخب. هيتم تعديل على الدستور ولا دستور؟ لا هو تعديل على الدستور. طب ليه ما بقاش في دستور جديد؟ بص، هي مش ما فيش حاجه اسمها دستور جديد عموما، يعني حتى دستور 2012 كان في جزء ابواب كامله من دستور 71 يتم نقلها منها، يعني فمساله دستور جديد او دستور معدل مش هو ده المهم، يعني مش مهم الاسم. لا مهم جدا، المهم الدستور. ما هو مهم الدستور فعلا، بس يكون مهم المحتوى، يعني مش هيبقى دستور جديد او دستور قديم. بس اتمنى فعلا ان هو يكون دستور بيليق بمصر ثوره 25 يناير من البدايه خالص، كنا بنحلم بيها ان شاء الله. الكاتب والصحفي المتميز استاذ اشرف البرواري، رئيس قسم الاخبار بجريده الشروق، بشكر حضرتك يا فندم على وجودك معانا، وتابعوا معانا بقيه فقراتنا في نهارك سعيد، فخليكم معانا.